السلام عليكم، كيف حالكم يا جماعة؟ رح نكمل معاكم اليوم الشابتر 6 اللي هو بارت 2 من انزيم كينيتيك. حكينا بالأول فيديوهين شو يعني انزيم كينيتيك. انزيم كينيتيك بشكل بسيط انه احنا بدنا نعرف كيف الانزيم بيرتبط مع السبستريت وبتكون عنا برودكت، بدنا نعرف شو المعادلة اللي بتمثل هذا التفاعل. حكينا في معادلة اللي هي ميكيلس منتن ايكويشن بتربط بين الـ velocity of that enzyme and كمية السبستريت with، يعني احنا كل مرة بنزيد السبستريت بدنا نعرف شو بصير بالـ velocity. حكينا يا جماعة انه بالبداية لما زدنا السبستريت زاد عندنا الـ velocity، يعني بيكون عندنا first order kinetic. بعدين زدنا السبستريت وصلنا لمرحلة الإشباع، لأنه كل الإنزيم صار لهم saturated، كل الإنزيم أخذوا السبستريت وما ضل مجال لأي سبستريت انه احنا نضيفه انه الإنزيم يرتبط فيه، وصلنا لمرحلة الـ vmax. رح اراجعكم بالانزيم الكيرف تبع الميكيلس منتن ايكويشن والمعادله عشان بدنا نشرح انزيم انهيبيشن، فلازم اراجعكم شوي مجموعه اشياء عشان اتاكد انه هي وضحت. رح اراجعكم بالكي ام، حكينا يا جماعه شو هي الكي ام. الكي ام حكينا هي سبستريت كونسنتريشن ات هاف اوف ذا في ماكس، وحكينا الكي ام هي بتعبر عن افينيتي اوف ذات انزيم، انه مقدار انه لما يكون عندنا تو سبستريت تمام وعندنا انزيم، الانزيم ايش حيفضل، هذا السبستريت ولا هذاك؟ رح يعرف حسب الافينيتي. الانزيم السبستريت الهاي افينيتي حيرتبط معاه بسرعه الانزيم بكل سهوله ويكون عندنا برودكت. فرح نحكي حنراجع هاي الاشياء، رح اراجعكم بالكي ام، رح اراجعكم بالكيرف، ورح يعني في شويه اشياء بدي اراجع لكم اياها باللينير بيرك بلوت عشان لما نحكي عن انزيم انهيبيشن يكون عندنا الموضوع اسهل. بس في شيء يا جماعه ما حكيت لكم عنه اللي هو الكي كات. الكي كات له ثلاث اسماء، عندنا كي كات، KB كاتاليتيك كونستانت. يا جماعه كيكات بشكل بسيط هو بيعبر عن الافيكسي اوف ذات انزيم، يعني كل ما زادت قيمه الكيكات راح يزيد عندنا الافيكسي اوف ذات انزيم. شو يعني الافيكسي؟ يعني فاعليه هذا الانزيم اقوى. في عندنا جوا الجسم يا جماعه بتعرف عندنا كثير انزيمات، فاحنا العلماء بدهم يقيسوا مين احسن انزيم، مين مور افيكس، هذا الانزيم ولا هذا الانزيم، عن طريق انهم يحسبوا الكيكات. لما يحسبوا الكيكات بيشوفوا بيقارنوا قيم الانزيم انه الكيكات كل ما كانت اكبر معناته هذا الانزيم مور افيكاس، يعني الافيكاسي تبعته اقوى. تمام، هسه رح تحكوا لي ايش معنى يعني ماشي حكينا ان هي علاقه بالافيكاسي، بس شو معنى الكيكات؟ الكيكات اتس ذا نمبر اوف مولز اوف سبستريت ذات از كونفرتد تو برودكت بير مول اوف انزيم بير سكند. هسه هي شوي مخربطة، احنا بتعرفوا يا جماعة حكينا بالمعادلة الأساسية بكل الشابتر اللي هي عنا الـ E plus substrate شو بتكون عنا؟ ES، ES حكينا شو بتكون عنا؟ product plus enzyme. حكينا اللي لها علاقة بالتكون البرودكت اللي هي K2، هنا K1 اللي علاقة بتكون ES complex، والتفكك حكينا K-1. احنا بدنا نعرف number of the moles، عندنا مولات من السبستريت تمام، بدنا نشوف the number of mole of substrate that is converted to product، يعني هاي كمية المولات of substrate كم بتكون عندنا product منها per mole of enzyme، يعني enzyme mole واحد من الانزيم per second تمام. هاي شوي معقدة بس انه بتعرف هي the number of the mole of substrate that is converted to product بير مول اوف انزيم بير يونت تايم اوف سكند، يعني عندنا هذا الانزيم قديش كون عندنا خلال سكند واحد برودكت. كل ما زادت قيمه الكيكات معناته هذا الانزيم مور افيكاس، وهذا الانزيم افضل من الانزيمات الثانيه تمام. هسه بتعرف شغله، حكينا انه الكي 2 بشيء مسؤول عن البرودكت، اذا كي 2 تساوي بكيكات، يعني هي حكينا ان الكي 2 لها علاقه بايش؟ بالبرودكت، تكون البرودكت، اذا قيمه الكي 2 اتس ايكوال تو ذا كيكات تمام. اذا الكيكات it's described the breakdown of the ES complex to product plus enzyme what's equal K2، انه K2 حكينا لها العلاقة بتكون النواتج، فبالتالي كيكات it's described the breakdown of the ES complex to product plus enzyme and it's equal K2. اذا يا جماعة الكيكات اللي هي KB or catalytic constant it's related to the efficacy of that enzyme، العلاقة بالefficacy of that enzyme. كمان يا جماعة حكينا إذن الكيكات it's related to the efficacy of that enzyme، كل ما زاد عندنا قيمة الـ K2
كيكات الافكسي تبعته بتزيد. كيكات يا جماعة المعادلة تبعتها اللي هي كيكات it's equal to اللي هو الفي ماكس حكينا السرعة القصوى of that enzyme على الاي تي. هتحكوا لي ايش هي الاي تي؟ هسه رح احكي لكم ايش يعني اي تي. الاي تي يا جماعة الاي تي اللي هي انزيم توتال اللي هي equal to the enzyme free plus ES complex. هسه عنا يا جماعة بالمحلول مش بيكون في عنا انزيم لحاله مش مرتبط، في عنا انزيم مرتبط اللي هو ES complex. فالاي توتال هو مجموع الانزيم الكلي اللي هو عبارة عن الفري انزيم الانزيم الحر بلس ES. رح تحكوا لي ايش هاي المعادلة الثانية؟ هاي بس انه رتبوها يعني زي بدنا بس قيمة الاي بس عملوا طرحوا ودوها للطرف الثاني وصار ورتبوا المعادلة. بس ترتيب للمعادلة انه هو الفري انزيم it's equal to the E total minus ES complex. إذا E total معناها يا جماعة هي مجموعة الإنزيمات الكلية الموجودة عندنا اللي هي إيش هي الإنزيمات الكلية الموجودة عندنا اللي هي المرتبطة وغير المرتبطة. تمام؟ يعني يا جماعة الكيكات اللي هي Vmax over E total. حكيت لكم إيش معنى E total اللي هو E plus ES. ويا جماعة الكيكات it's called turnover number. turnover number من مصطلح يعني إنه في شيء قاعد بتحول لإشي اللي حكينا اللي هو إحنا بدنا مونات of substrate بتحول لبرودكت number of moles of substrate that is converted to product per mole of enzyme mole واحد of enzyme per second عشان يسموه turnover number. تمام؟ it's used يعني شو أهميته الكيكات؟ حكينا يا جماعة الكيكات بدنا نقارن الإفكاسي of related enzyme classes among different mutant forms of enzyme. شو معنى هذا الكلام؟ هسا جماعة الإنزيم بجسمنا ممكن يصير لها طفرة ميوتنت يعني بصير عندنا ميوتنت فورم اوف ذات انزيم. فالانزيم الواحد ممكن له اكثر من فورم يعني ممكن عندنا انزيم فورم 1 انزيم فورم 2 بصير له ايش انه يعني نفس الانزيم بس بصير له عندنا طفرات معينه. ماشي بدنا نعرف مين الانزيم المور افيكاس من هذول كل الانزيمات. فبنحسب الكيكات فالكيكات بقارن الانزيم الإفكاسي of that enzyme بنشوف مين المور إفكاس عن طريق إنه حكينا كل ما زاد الكيكات كل ما كان الإفكاسي تبعته أقوى. تمام؟ الإنزيم دائما بيجي isoforms في إنه أكثر من نوع أكثر من type. يعني يا جماعة بدام حكينا لكم عن الكيكات هسه بدي شوي أراجعكم بدنا نراجع شوي يا جماعة الميكيلس منتن إكويشن. شو يعني ميكيلس منتن إكويشن؟ حكينا هي بتربط بين الفيلوسيتي ذات إنزيم أند سبستريت. حكينا شو كيف الكيرف تبعها اللي هي مش اللينير العادي. حكينا أول شي بنبلش نزيد السبستريت بنوصل لمرحلة الإشباع. حكينا هنا زيرو أوردر زيرو أوردر حكينا هنا زيرو أوردر وهنا شو حكينا بيكون first order. تمام اذا حكينا هاي بتكون هنا first order وهنا بيكون عندنا zero order. هسه يا جماعه حكينا ليش بيكون عندنا هنا first order؟ حكينا لانه كل ما زدنا عندنا substrate velocity طبعا هون حنحط هنا substrate وهون الفيلوسيتي. حكينا كل ما زدنا السبستريت باول من اول منطقه هاي شو بصير عندنا بالسرعه بتزيد بدنا نوصل لمرحله الاشباع يعني كل الانزيم تشبع وصلنا لمرحله الفي ماكس. تمام وصلنا لمرحله الفي ماكس. هسه الفي ماكس حكينا خلاص هي اقصى سرعه للانزيم. هسه يا جماعه الفي ماكس احنا بدنا نوصل للفي ماكس كيف؟ انه انزيم بلس سبستريت تكون عندنا اي اس الاي اس تكون عندنا برودكت. كل ما كوننا اي اس فعال يعني انه ما في اشي خلى الاي اس انه تتثبط رح نوصل للفي ماكس بسهوله. هسا ايش مشكله الانهيبيشن؟ الانهيبيشن يا جماعه شو يعني انهيبيشن؟ مثبط لهذا الانزيم. احنا جسمنا بشكل عام يعني في اشي بيزيد السرعه في اشي بيثبطه عشان احنا بدنا نحافظ على التوازن داخل جسمنا. ما بدنا انه اشي كثير يزيد عن حده ما بدنا اشي قل كمان. فجسمنا بنظم على هذا الاشي في اشي اكتيفيشن في اشي انهيبيشن. فاحنا بدنا نحكي عن انزيم انهيبيشن بهذا الشابتر
انه احنا رح نلاقي صعوبة انه الفي ماكس رح تقل. ليش؟ ان احنا اصلا عملنا تثبيت للاي اس، الاي اس بطلت قدرة انها تكون اشي فعال، بطلنا نكون برودكت. احنا بدنا اي اس تكون برودكت، بس لما احنا نثبت هذا الاشي الفي ماكس رح تقل، ما رح نقدر نوصل للفي ماكس. الفي ماكس تبعت الانزيم رح تقل. احنا هيك هذا اصلا هدفنا من انزيم انهيبيشن. اصلا انزيم انهيبيشن يا جماعة اغلب الادوية تصنع على مبدأ الانهيبيشن، يعني انزيم انهيبيشن. في عنا انزيمات مثلا مسؤولة عن ارتفاع الضغط، العلماء بيشوفوا هذا الانزيم، بيشوفوا الستركشر تبعه، بيعملوا مثله، وبصير معنا بصير تنافس على مكان الاكتف سايت. هسه رح احكي لكم انواع الانهيبيشن. فاحنا اغلب الادوية تشتغل عن طريق الانهيبيشن. احيانا بتكون كومبتيتيف انهيبيشن، رح احكي لكم شو يعني كومبتيتيف ان كومبتيتيف، وبكون احيانا نون كومبتيتيف، احيانا بكون ايرريفرسيبل كومبتيتيف. اذا يا جماعة حكينا انه بالبداية بتكون عندنا فيرست اوردر، يعني كل ما زدنا سبستريت the velocity of that enzyme increase، اذا بنكون هون first order kinetic. بعدين بنوصل لمرحلة الاشباع اللي هو zero order. zero order يعني مهما زدنا كمية السبستريت ما في مجال للانزيم حتى يرتبط مع السبستريت، تكون عنا الـ ES complex وتكون عنا product. حكينا يا جماعة عن مصطلح كتير مهم اللي هو الـ KM. شو هو الـ KM؟ نذكركم بالكيام، حكينا هنا الفي ماكس، تمام؟ شو نصه هنا؟ نعمل خط ننزل، هاي كي ام، حكينا الكي ام يا جماعة one half of v max. حكينا انه الكي ام هي هنا، حكينا هنا سبستريت وهنا velocity، يعني هي يا جماعة الكي ام هي سبستريت concentration لما نوصل half of the v max، تمام؟ حكينا انه الكي ام له علاقة بالأفينيتي، يعني كل ما كانت الكي ام اقل كل ما كان الافينيتي احسن. احنا بدنا الافينيتي تكون احسن، بدنا تكون الافينيتي اقوى والكي ام يكون اقل. يعني احنا مثلا نفرض هنا كمان عندنا انزيم هنا قيمة الكي ام، نفرض ان الكي ام هون عندنا كي ام 1 وعندنا كي ام 2. احنا انه احسن انزيم بيرتبط مع سبستريت بتركيز قليل وكون عندنا بنفس البرودكت، ولا انزيم بده كثير كمية من السبستريت أو كمية من الكونسنتريشن حتى نوصل لنفس البرودكت؟ لا، إنه إحنا كل ما زدنا كمية الكي أم يعني بدنا تركيز أكثر وأكثر وأكثر حتى يعطينا نفس المفعول. نفس إشي هون يا جماعة في فكرة الأدوية. الأدوية لما صنعوها العلماء بدهم كمية الكي أم أقل، له علاقة بالبوتنسي، مصطلح البوتنسي، إنه إحنا تركيز أقل نوصل لنفس المفعول. أما يكون تركيز أكثر، إحنا ما بدنا يكون تركيز أكثر، ومهما زدنا concentration بدنا نوصل لنفس المفعول. خاص كمية قليلة concentration قليل يعني KM أقل نوصل لنفس المفعول. أما إحنا في مثلا أدوة معينة لا، بدنا KM أكثر، بدنا concentration أكثر حتى نوصل لنفس الإفكتيفنس أو نفس الإفاعلية تبعت الدواء. فهنا KM كل ما كانت أقل كل ما كانت أحسن، affinity بتكون أعلى. اللي حكينا العلاقة بين KM والaffinity علاقة عكسية، يعني كل ما زدنا الكي ام افينيتي اقل. هسه يا جماعه بدنا نربط، بدي اراجعكم بشغله اللي هو حكينا اي بلس اس بعطينا اي اس، بعدين بعطينا البرودكت بلس انزيم. حكينا يا جماعة انه احنا بدنا نوصل للفي ماكس. هسه يا جماعة هاي المعادلة كتير مهمة، لازم تعرفوها انه شو هي اللي هي كيف بتكون عنا برودكت وعنا اي اس، لانه هي مهمة كثير بالانزيم انهيبيشن. فكرة الانزيم انهيبيشن او انه التثبيت الانزيم، هسا بجسمنا في عنا انزيمات كثيرة، احنا بدنا الانزيم يشتغل بس ما بدنا يشتغل اكثر من حده، بدنا اشي يثبطه عشان يكون عنا الليفل اوف ذات انزيم انه يكون بالنورمال، يعني نورمال، ما بدنا يكون كثير عالي ما بدنا يكون كثير قليل. فكل اشي بجسمنا يا جماعة في عنا اكتيفيشن في عنا انهيبيشن، بدنا نوصل لمرحلة تكون متوازية، مرحلة تكون نورمال، تمام؟ نفس إشي كمان إنه الانهيبيشن كمان فكرته بالأدوية
معظم الأدوية بتكون inhibition، بتكون enzyme inhibition. يعني مثلا بيشوفوا الإنزيم، العلماء بيشوفوا الإنزيم جوا جسمنا، بيشوفوا الستركشر تبعه، فإحنا بنصنع سبستريت مثل الإنزيم، ومش شرط تكون مثله، في أنواع من inhibition، بس فكرة إنه إحنا بنشوف الستركشر of that enzyme، بنشوف شو في بوكيت، بنشوف شو في أماكن بيرتبط فيه هذا يعني إنزيم، شو بيرتبط بإيش أنواع السبستريت بيرتبط فيها، فإحنا بنصنع إشي إنزيم مثله نفس الستركشر تبعه، أو إنه نفس البوند اللي بيرتبط معاه ذاك الإنزيم وبيرتبط فيه بنثبطه، إحنا بنثبطه، بالتالي مثلا في عنا إنزيم بيرفع الضغط، إحنا بنصنع إنزيم إيش بيعمل inhibition of that إنزيم، بقلل عمليته، بالتالي إنه إحنا حتى نوصل لفي ماكس ما رح نقدر نوصل لفي ماكس المطلوبة. الفي ماكس يا جماعة حتقل، لأنه إحنا لما نعمل inhibition لهونا ما رح نكون إي أس فعالة حتى تكون عنا برودكت، الفي ماكس حتقل قيمتها، وطبعا الكي أم رح تتغير حسب كل نوع من الانهيبيشن، الكي أم إله تغيير، بس الفي ماكس ممكن ضلها ثابتة بأنواع من الانهيبيشن، بس الأغلب معظم الانهيبيشن بيكون الفي ماكس لو. ليش؟ لأن إحنا قللنا كمية الإي أس الفعالة حتى تكون عندنا برودكت، إحنا بدنا إي أس بدون انهيبيشن. صح حكينا إنه إحنا نورمال الإنزيم سبستريت كومبينيشن إنه كون عندنا إي بلس أس هو سبستريت، بتكون عن إي أس بتكون عندنا برودكت، بدنا إي أس تكون برودكت، لما إحنا نعمل تثبيت للإي أس بالتالي ما في عندنا كمية برودكت فعالة، الجسم بده برودكت، فإحنا منعنا تكون البرودكت، منعنا تكوين البرودكت، فبالتالي الفي ماكس قلت. تمام، في ماكس قلت وأثرنا على الإنزيم، إنزيم كايناتيك، أثرنا على الإنزيم فانكشن. تمام، إحنا ثبطناه، ما بدنا هذا الإنزيم يشتغل، بدناش نكون برودكت. تمام، هاي هي فكرة البرودكت، فكرة الإنزيم إنهيبيشن. يعني يا جماعة راح نبلش هسا بالإنزيم إنهيبيشن. هسا يا جماعة بجسمنا في عنا نوعين من الانزيم انهيبيشن، في عنا الريفيرسيبل وريفيرسيبل. شو يعني الريفيرسيبل وشو يعني ريفيرسيبل؟ الريفيرسيبل يعني يعني خلاص مدام ارتبط الانهيبيتر بالانزيم خلاص مستحيل انه نقدر نفك هذا الانزيم عن السبستريت، كثير صعب، صعب ارتباط بينه وبين الانزيم الانهيبيشن، يعني مع الانزيم الارتباط بينهم كثير قوي، صعب انه نفككهم، هذا بيكون irreversible inhibition. أما الريفيرسيبل لا، عادي إذا ارتبط الانهيبيتر with enzyme ممكن نفككه في طرق معينة، ممكن مثلا بأنواع من الانهيبيشن زي الكومبيتيتيف، ممكن إذا زدنا كمية السبستريت ممكن إن نفك هذا الانهيبيشن، بس إنه الريفيرسيبل بتكون الروابط بينهم very tightly and strongly، يعني بتكون الروابط بينهم قوية، فصعب إن نفكهم عن بعض، هاي كمية الريفيرسيبل. الريفيرسيبل لا، ممكن يصير عندنا dissociation of انزيم انهيبيتر، انه يرجع الانزيم لحال والانهيبيتر لحال. هسه الريفيرسيبل حكينا will bind to the enzyme very tightly and strongly. تمام، زي ايش انواع الروابط تكون قويه؟ الكوفالنت بوند الروابط كثير قويه، نون كوفالنت بتكون ضعيفه نوعا ما، زي الايونيك، لا الايونيك بتكون قويه، زي الهيدروجين بوند بتكون قويه كمان، اللي هي ايش هي الروابط، يعني الكوفالنت يا جماعه بتكون هي روابط قويه، اما الريفيرسيبل بتكون الروابط غير قويه. تمام، هسه شوفوا هون عندنا الانزيم بلس الانهيبيتر، بكون عندنا انزيم انهيبيتر كومبلكس، عادي بدال السبستريت انزيم ارتبط مع ايش، مع الانهيبيشن، لما يرتبط مع الانهيبيتر بتكون عنا covalent bond بينهم، بكون عنا EI complex اللي هو EI inhibitor complex، خلاص مدام تكون الانزيم صار له inhibition وبالتالي ما رح يتكون عنا product. هذا هو irreversible inhibition. لاحظين انه السهم مايل كثير انه يكون عنا انزيم inhibitor وصعب تفكيكه، حكينا هذا الانزيم انه هذا الانزيم العكسي، السهم العكسي له علاقة بالتفكك، فبالتالي صعب تفكيكه. الريفيرسيبل صعب تفكيكه، اما الريفيرسيبل سهل تفكيكه. تمام، صعب تفكك من الانزيم شيفت تو ذا رايت، هي اكثر اشي راح يكون مايل شيفت تو ذا رايت. هسه اذا يا جماعه الريفيرسيبل بس راح نحكي عن هو الريفيرسيبل، مطلوب منكم بس انه شو معناه وشو نوع الرابط بينهم، هي كوفالنت بوند، اما الريفيرسيبل هو مطلوب منكم كل واحد وكل نوع
وكيف نمثله على الكيرف، سواء بالكيرف العالي العادي او اللي هو اللينير بيرك بلوت. هذا اشي كتير مهم، بيجيب لكم رسمة ماشي ويحكوا لكم ايش نوع الانهيبيشن المطلوب هون. احنا هون بجايين نفهم مش نحفظ، رح اساعدكم قدر ما استطيع الاشي انا اللي فهمته، الاشي انا اللي جمعته من معلومات، ان افهمكم شو بصير تغيرات سواء بي كي ام او في ماكس لما نضيف انهيبيشن للانزيم. تمام؟ هسا جماعة الريفيرسبل حكينا سهل تفكيكه، تمام؟ ممكن انه اذا ارتبط الانزيم بالانهيبيتر يتفككوا عادي، يروح الانزيم لحاله والانهيبيتر لحال. في عنا ثلاث انواع من الريفيرسبل، تمام؟ في عنا كومبتيتيف، في عنا نون كومبتيتيف، في عنا ان كومبتيتيف. شوي بخربطوا اخر اثنين اللي هو نون وان، رح نوضح كل واحد شو الفرق بينهم. رح نبلش واحد واحد ونرسم الكيرف تبعه، نعرفه ونعرف شو التغيرات على الكي ام والفي ماكس والسلوب والميل، شو بصير فيه، بزيد بنقص انشينج، هاي الشغلات كلها بدنا نعرفها واحد واحد. إذن يا جماعة رح نبلش بأول إشي هو Enzyme Inhibition. حنبلش بالCompetitive Inhibition. من اسمه Competitive، إشي تنافسي، في إشي بيشبه السبستريت، في إشي بالStructure of Substrate يعني الشكل تبع السبستريت، فيش تشابه بينهم، فيش يعني بينافس. في عنا يا جماعة طبعا حكينا هون Non-Covalent Bond يعني سهل تفكيكه، تمام؟ ركزوا معي بالنورمال، تمام؟ بالنورمال انزيم وسبستريت، عندنا هاي الانزيم، هاي السبستريت، هذا الانهيبيتر، تمام؟ انزيم بلس سبستريت يا جماعه بتكون عندنا اي اس ايش كومبلكس، صح؟ بتكون عندنا الانزيم بروح لحال بجدد، بتكون عندنا برودكت، تمام؟ عندنا الانهيبيتر ممكن الانزيم ما يرتبط مع السبستريت، شو يصير؟ يرتبط مع مين؟ يرتبط مع الانهيبيتر، هذا هو الانهيبيتر. بس عندنا شو بسموه هذا الاشي؟ هذا بسموه اي اي اللي هو انزيم انهيبيتر كومبلكس، هذا اي اس هذا انهيبيتر، تمام؟ يا جماعه شو يعني كومبتيتيف؟ كومبتيتيف انهيبيشن يعني في عندنا الاسترج الانهيبيشن بيشبه السبستريت، فبالتالي الانزيم ما رح يعني لما يرتبط ما رح يميز خلاص انه هذا الاشي بيشبهه السبستريت، الانهيبيشن بيشبه السبستريت. بس انتوا بتحكوا لي انه ليش، طيب ما دام انه في تشابه ليش الانزيم ما ارتبط مع السبستريت العادي، ليش ارتبط مع الانهيبيشن؟ في قاعده لازم تحفظوها انه الانهيبيشن اقوى، الافينيتي تبعته اقوى بكثير من السبستريت، لانه العلماء لما يصنعوا انهيبيشن ما رح يصنعوا انهيبيشن ضعيف، رح يكون انهيبيشن قوي، رح يحطوا فيه روابط أكثر حتى إنه الإنزيم يرتبط فيه ويفضل عن السبستريت، تمام؟ بس ميزة الشغل إنه بالكومبتيتيف إنهيبيشن إذا إحنا زدنا كمية السبستريت، يعني إحنا مثلاً جبنا إنهيبيشن جبنا كمية السبستريت، هسا أنتوا بتحكوا إنهيبيشن بيرتبط مع السبستريت وبالتالي ما في برودكت، صح؟ هيك إحنا هيك مصطلح إنهيبيشن، إحنا ما بدنا نكون برودكت، إحنا بدنا نوقف عمل الإنزيم، تمام؟ هسا بالكومبتيتيف انهيبيشن اذا احنا كان عندنا كميه السبستريت غلبت كميه انهيبيشن، يعني عندنا 5 انهيبيشن ونحكي عندنا 20 سبستريت، هسا اكيد احنا مثلا بشكل عام بالاحتمالات اكيد الانزيم حيرتبط اكثر بالسبستريت، لانه السبستريت العادي موجود اكثر بالمحلول، الانهيبيشن موجود بس انه احنا قاعد بنزيد كميه السبستريت، عم نزيد كميه السبستريت، وبالتالي يعني كانه الانزيم مش شايف الانهيبيشن، خلص كانه الانهيبيشن راح. فإذا يا جماعة هون بالكومبتيتيف انهيبيشن إذا إحنا زدنا كمية السبستريت ممكن نعمل إنه ريفيرسبل لأفكت لتبعت الانهيبيشن، ببطل عنا انهيبيشن، وبالتالي إحنا ما رح نأثر على كمية الفي ماكس. إذن هون يا جماعة الفي ماكس ما تغيرت انشينجد، ليش الفي ماكس ما تغيرت؟ لأنه إذا إحنا زدنا السبستريت، في حال زدنا السبستريت رح نحافظ على قيمة الفي ماكس ثابتة انشينجد، يعني ما حنقللها ولا حنزيدها، حضرة ثابتة، حضرنا كان عندنا تكون الانزيم مع سبستريت حكون عندنا اي اس وحكون عندنا برودكت. ليش؟ لانه احنا في حال زدنا السبستريت لغينا الافكت اوف ذا الانهيبيشن. هاي اشي كتير مميز في حال الكومبتيتيف عن كل الانهيبيشن، انه احنا في حال زدنا السبستريت لغينا افكت اوف ذا انهيبيشن، تمام؟ يعني انتوا فكروا فيها زي هيك، انه عندنا انزيم، تمام؟
في عنا هي نفرض هون عنا إنزيم، في عنا هون سبستريت العادي نفرض ثلاثة، وعنا الإنهيبيشن نحكي أكثر كمية أكثر. بالتالي الإنزيم رح يكون فرصته ارتباط مع مع الإنهيبيشن هون أكثر. حكينا إنه هون الزهري السبستريت والهون الأزرق اللي هو إنهيبيشن بيكون أكثر. نفرض العكس، نفرض إنه كمية السبستريت أكثر، فبالتالي فرصة الإنزيم إنه يرتبط بالسبستريت أكثر. هي موضوع بالكمية يا جماعة، مين أكثر بيصير هالإشي. تمام؟ حس أنتوا بتحكوا لي إذا حكينا لأن هون يا جماعة الفي ماكس انشينج ما صار تغيير، لأنه إحنا لساتنا بنقدر نرتبط مع تكون مثلنا السبستريت، لسه بنقدر نكون برودكت، لسه بنقدر نكون برودكت ونكون إي إس كومبلكس وتتحول لبرودكت، بالتالي الفي ماكس ما انشينج. طب الكي إم شو صار فيها؟ هسا مش إحنا الإنهيبيشن رح يرتبط مع الإنهيبيشن رح يرتبط مع الإنزيم، بالتالي إحنا أثرنا على الأفينيتي صح؟ حكينا إنه شو يعني، شو يعني الكي إم؟ الكي إم هون رح تقل، الأفينيتي رح تقل، معناته الكي إم شو حصير فيها؟ رح تزيد، لأنه الإنهيبيشن أخذ مكان الإنزيم، بالتالي إحنا أثرنا على الأفينيتي أوف ذات إنزيم، بالتالي الكي إم رح تزيد والأفينيتي رح تقل. إحنا هون قللنا الأفينيتي، فبالتالي بدنا كمية سبستريت كبيرة حتى نعوض هذا الإشي، وحتى نخلص من هذا الإنهيبيشن لازم نزود كمية السبستريت حتى يزيد ارتباط الإنزيم بالسبستريت. هون معناته لما احنا حكينا بالهاية بالمعادلة بالرسمة، حكينا كل ما زدنا احنا بدنا نزيد السبستريت حتى ايش؟ حتى نخلص من الانهيبيشن، معناته احنا بدنا نزيد السبستريت. معناته شو بنسوي احنا هون لما نزيد السبستريت؟ معناته احنا عم نزيد ايش؟ كم الكي ام. تمام؟ احنا كل ما زدنا السبستريت يعني احنا ايش قاعد نزود ايش؟ الكي ام. حكينا انه العلاقة بين الكي ام والافينيتي علاقة عكسية. يعني يا جماعة إنه الكي إم راح تزيد لأنه إحنا أثرنا على الأفينيتي، وإحنا كل ما زدنا السبستريت الكي إم راح تزيد. خلينا نشوف يا جماعة إيش معناها. تمام؟ هاي عندنا هاي الرسمة، خلينا أرسم لكم إياها أنا هون كمان أوضح لكم إياها. وجود الإنهيبيشن شو راح يصير معنا؟ هاي العادي ماشي تمام؟ without inhibition بصير معنا inhibition، رح نوصل للفي ماكس. حكينا احنا هون الفي ماكس ما رح يتغير، رح نوصل رح نقدر بالكومبتيتيف inhibition اذا زدنا كمية السبستريت انه نوصل للفي ماكس. الفي ماكس انشينج، فبالتالي inhibition هاي النهدي مع inhibition رح نوصل للفي ماكس. طب خلينا نشوف شو بصير بقيمة الكي ام الفي ماكس اللي هي الكي ام شو راح يصير عندنا هون الفي ماكس نفس الفي ماكس ما تغيروا صح؟ حكينا اذا زدنا سبستريت للعادي والانهيبيشن ما تغير الفي ماكس. طب شو صار بالكي ام؟ هاي حكينا الكي ام نص، هاي نص نزل، هاي الكي ام الاولى هون كمان نفس الشيء، هاي هون نص نزل نزلنا، هاي كي ام تاني. لاحظتوا انه الكي ام فاليو عم بتزيد صح؟ كل ما اتجهنا لهذا الشيفت رايت بتزيد، معناته لما حكينا شو حكينا علاقة بين الكي ام والافينيتي علاقة عكسية، فهون الكي ام زادت. ليش؟ عشان احنا بدنا سبستريت اكثر حتى نقدر انه نوصل لقيمة الفي ماكس، بدنا سبستريت اكثر حتى نوصل لنفس الفي ماكس. تمام؟ يعني قيمة الكي ام زادت. تمام؟ طب ايش التأثير على السلوب؟ شو قانون السلوب يا جماعة؟ سلوب اللي هو السلوب حكينا اللي هو كي ام اوفر بي ماكس صح؟ حكينا اذا الكي ام زادت، اذا العلاقة بين البسط والسلوب وهون علاقة هون بتكون طردية، إذا السلوب راح يزيد. تمام؟ إذا الكي ام زادت معناته شو راح يصير بسلوب؟ راح يزيد الميل راح يزيد. حكينا هون الفي ماكس يا جماعة إذا كومبتيتيف انهيبيشن
شو يعني competitive inhibition؟ يعني عندنا احنا inhibition بيشبه substrate بالstructure تبعه، فبالتالي الانزيم رح يرتبط فيه في تشابه. بس حكيت لكم ليش هو فضله، لانه هو more بشكل عام inhibition اكثر قوه، بيرتبط اكثر بالانزيم. تمام. بس في حاله الكومبتيتيف انهيبيشن يا جماعه، اذا احنا زدنا السبستريت رح نوصل للفي ماكس، والفي ماكس انشنج ما رح نغير عليها، رح يكون عندنا برودكت ورح يكون عندنا اي اس كومبلكس في حاله زدنا السبستريت. فهون يا جماعه احنا عم نزيد كميه السبستريت صح، فبالتالي احنا الكي ام او انه الكي ام اثرنا على الكي ام، لانه انهيبيشن ارتبط مع الانزيم اثرنا على الافينيتي، فبالتالي احنا بدنا كميه اكبر من السبستريت، فبالتالي احنا زدنا كميه الكي ام وأثرنا على الأفريدي. هاي التغيرات اللي صارت بالكمبيتيتيف إنهيبيشن. هسا إذا حكينا هاي الرسمة، لاحظوا نفس الفي ماكس نفسه، نفس الفي ماكس، بس هاي عندنا هون الكي أم حكينا اللي هو قصدي half of the في ماكس. هون نزلنا هون هاي الأولى مع إنهيبيتر، شو بيصير؟ الكي ام صارت هنا، زادت الكي ام. تمام. حكي اذا الفي ماكس نوت تشينج اذا كان السبستريت اكثر من، اذا حكينا لازمنا السبستريت اكثر من انهيبيتر، الفي ماكس نون تشينج. الكي ام حكينا علاقة بالأفينيتي، حكينا حيزيد الكي ام معناته الأفينيتي حتقل. هسا كيف رح نمثلها باللينير ويفر بلوت؟ كيف رح نمثلها الانهيبيتر؟ أول إشي خليني أشرح لكم إياها على ورقة فاضية أحسن. إذن يا جماعة هاي هي اللينير ويفر بيرك بلوت. حكينا إنه عنا النقطة اللي هنا اللي هي واحد على في ماكس، حكينا اللي بتكون على الاكس هنا سالب واحد على كي ام. رح نشوف هسه هاي عنا بالاخضر اللي هو الانهيبيتر، رح نشوف شو بصير عنا على الفي ماكس وشو بصير عنا على الكي ام. هسه انك تحفظوا لي هاي المعادلة اللي هي السالب واحد على كي ام تساوي اكس انترسبت. معناها انه كل ما زدنا الكي ام شو بصير بقيمة الاكس انترسبت كمقدار؟ بقل. هاي احفظوها عشان تستخدموها بكل انهيبيشن. يعني مثلا بالامتحان انت نسيت انه شو قل زاد، خاص دام انت حافظ هاي المعادله، حافظ انه بهذا الانهيبيشن الكي ام راح تزيد، فانت بتكتب سالب واحد على كي ام تساوي اكس انترسبت، معناته الكي ام زادت معناته عندنا الاكس انترسبت قلت. تمام، يعني قلت بالمقدار. تمام، هسه راح احكي لكم كيف ترسموها على الرسمه. كمان بتحفظوا كمان هاي المعادله اللي هي الواحد على في ماكس يساوي واي انترسبت. معناها اذا احنا الفي ماكس، تمام، اذا احنا زدنا الفي ماكس شو بصير بالواي انترسبت؟ بقل. والعكس صحيح، لما يقل عندنا الفي ماكس العلاقة بينهم ايش بتكون؟ العلاقة بتكون عكسية. تمام، وكمان شغلة احفظوها انه اي اشي بنقسمه، يعني نفرض هنا ايش تقسموه على قيمة صغيرة شو بصير بالمقدار؟ يعني تقسموا على قيمة صغيرة بزيد. هاي احفظوها، اشي بتقسموا على قيمة صغيرة المقدار بزيد. والعكس صحيح، اذا احنا قسمنا على قيمة كبيرة، هاي كبيرة، المقدار بقل. تمام، هدول اللي حكيت لكم اياهم بيساعدوكوا عشان تفهموا شو بصير هسا بالكيرفز. تمام، خلينا نرسم الكيرف اللي هي لينير ويفر بيرك بلوت. حكينا هون عندنا واحد على سبستريت، هون واحد على في. حكينا هاي ان احنا بنفرض هاي بالنورمال، يعني بالنورمال العادي بدون انهيبيتر.
كان هون بيكون عندنا الفي ما واحد على في ماكس، واحد اوفر في ماكس، هون السالب واحد على كي ام. تمام، هسا شو بدنا نعمل؟ حكينا انه قيمة الكي ام شو بصير فيها؟ زادت. يعني شو يعني زادت؟ يعني السالب واحد على كي ام، شو تنسوش هاي المعادلة تساوي اكس انترسبت، يعني الكي ام زادت معناته شو بصير بالاكس انترسبت؟ بقل، بقل بالمقدار. شو يعني بقل؟ يعني بشفت لهاي الجهة هون. تمام، الكي ام بتقل هون، هيها الاكس، الكي ام بتزيد بس الاكس انترسبت بقل بالمقدار. يعني هون بصير، هون بصير مع انهيبيشن، يعني هون الانهيبيشن هون. تمام، بس الفي ماكس ايش صار فيها؟ انشنجد، معناته نفس النقطه مات صح، ما تغيرنا الفي ماكس. حكينا بالكومبيتيتيف انهيبيشن، هون نكتب هون نحكي عن الكومبيتيتيف، حكينا هون انشنج، يعني هون الكي ام نفذ قيمه الكي ام، هون الفي ماكس ايش حيصير؟ ما تغيرت، فعلا حماته حيمروا نفس النقطه، يعني صحيح مش دقيقه بس اعتبروها نفس النقطه، مروا نفس النقطه، بس الكي ام شو صار فيها؟ صار شفت لهي الجهه، لانه ايش حكينا؟ الاكس انترسبت قلت، يعني نفرض هون سالب واحد سالب اثنين، يعني احنا بقيمة بالمقدار، يعني سالب واحد سالب اثنين، يعني واحد اثنين من اقل الواحد، فاحنا عملنا شفت ل to the to right. تمام، يعني انه الكي ام زادت بالتالي الاكس انترسبت قلت، يعني قلت بالمقدار، يعني مثلا هون واحد هون اثنين صارت واحد. تمام، والفي ماكس نفس النقطة ما صار في تغيير، وهي السلوب حكينا سلوب بزيد، يعني شوف كيف طالع الانهيبيشن، هذا الانهيبيشن رافع. تمام، يعني الرسمة النهائية ده الكومبيتيتيف انهيبيشن هيك بيكون. هي مع انهيبيشن كيف بيصير؟ بيرتبط مع نفس الفي ماكس والكي ام زادت، معناته الاكس انترسبت قلت. حكيت لكم علاقة بين اكس انترسبت والكي ام علاقة عكسية زي ما حكيت لكم بالمعادلة. فهاي الانهيبيشن، تمام، هاي كومبيتيتيف inhibition. حكينا بالكومبيتيتيف شو بصير بالفي ماكس؟ انشينج. وشو بصير بالكي ام؟ انكريس، والسلوب انكريس. جماعة الفيديو صار طويل، راح اعمل لكم فيديو تاني اشرح لكم الباقيين. تمام، هذا بارت 3. بارت 4 راح اشرح فيه النون كومبيتيتيف وان كومبيتيتيف والميكس. الميكس مش كثير عليه حكي، بس راح احكي لكم شو التغيرات لانه كثير معقد، فما راح احكي لكم عنه كثير، وراح اعملكم مقارنه هيك بسيطه اخر اشي. وراح اذا عندكم اسئله يعني اسئله سنوات او اشي بحلها معكم، ما عندي مشكله، ابعثوا لنا اياها على الجروب على الصفحه، وما تنسونا من دعائكم، واعطيكم العافيه وشكرا لكم والحمد لله رب العالمين.